السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم. معاكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات من العراق. الشر بكم. تحياتي لكم أخواني، وأهلا وسهلا بكم. اليوم احنا عندنا درس مهم جدا، اللي هو ما هي أسماء أوتار آلة العود، وما هي الأصابع التي تخرج عن طريق زند العود أو فينجر بورد العود على عن طريقه طبعا، وراح نلاحظها من خلال النوت الموسيقية على الصبورة، ونلاحظها من خلال التطبيق العملي على آلة العود. قبل ما أبدأ أحب أنوه على الدورات الموسيقية، اللي هي 8 محاضرات شهريا، وتقدر تشترك بها من خلال رقم الواتساب الموجود أسفل الفيديو، وأرحب بكم أجمل ترحيب. خلينا نروح على الصبورة حتى نشرح لكم ما هي الأوتار وأسماء الأوتار وكيف تطلع الأصابع. نعم أخواني، الآن إحنا أمام الصبورة، راح نشرح كيف هي تكون الأوتار وتسمياتها. راح نرسم كرسم توضيحي، كأنما هذا وهذا المفاتيح تكون، هذا هو نقول فينجر بورد، هذا زند العود. طيب انتوا عندكم هنا، طبعا احنا عندنا بالتسلسل الاكاديمي، التسلسل الاكاديمي شو يقول؟ يقول رقم واحد دو جواب، دو جواب هذا الاسفل، طبعا هذا دو جواب، هذا رقم واحد، هذا التسلسل من الأسفل إلى الأعلى. إحنا نحسب من رقم 1 2 3 4 5، ثم عندنا هذا الوتر اللي هو هنا، راح يصير عندنا صول جواب، ويصير عندنا الوتر الثالث اللي هو ري قرار، ويصير عندنا الوتر الثاني اللي هو لا قرار، ويصير عندنا هذا الوتر هو طبعا هذا الوتر الرابع لا، وهذا الوتر الخامس اللي هو يصير عندنا اللي هو صول قرار. وفي ناس يوضعون بدل الصول قبدوغا، يدوزنو يا اما دو يا اما يدوزنو فا. وفي ايضا اوتار دوب دو على الدوزان التركي، وفافا على الدوزان العراقي. اذا صار عندنا دو جواب رقم 1 2، راح يصير عندنا صول جواب 3، راح يصير عندنا هنا ري قرار 4، راح يصير عندنا لا قرار، و5 راح يصير عندنا صول صول قرار. هذا بالنسبة للأوتار، 5 أوتار. طبعا هنا من نحب انه نضيف نقول 6 أوتار، وهذا اللي موجود للعود الشرقي. الأصابع طبعا في أصابع على الوتر الأول، لكن المبتدئ راح يكون عندنا الأصابع مالته تكون عندنا هنا إصبع ثاني يصير سي، وإصبع ثالث يصير دو، هنا سي قرار، وهنا هنا راح يصير عندك دو قرار، اصبع ثاني هنا اصبع ثالث يطلع عندنا دو قرار، دو قرار. هذا على لا. ننتقل الى الري، اصبع ثاني راح يصير عندنا مي، واصبع ثالث راح يصير عندنا فا. ننتقل الى الصول جواب، راح يصير عندنا اصبع ثاني على اصبع ثاني على الصول الجواب يصير عندنا لا، واصبع رابع راح يصير عندنا سي، هنا طبعا لا جواب، وهنا سي جواب. ننتقل الى دو جواب اخر واحد اللي هو اصبع ثاني، اصبع ثاني راح يصير عندنا ري، واصبع رابع راح يصير عندنا مي، وهنا الاصبع طبعا اصبع ثاني اصبع رابع.
لكن اذا اخذناه بالاصبع الاول الري، اصبع اول ري، يصير عندنا اصبع ثالث مي، ويصير عندنا اصبع رابع فا. وهنا تقاطع، هذا شوفوا تقاطع الزنت، هذا هنا الاصبع الاول هو صول. جواب الجواب. وتكمله ايضا موجوده اللا والسي. هذا حبيت انه ما اريد ادوخكم، لكن انت تحفظ انه هي خمسه اوتار، وتطلع من عندها تبدي الاصابع من الوتر الثاني اللي هو الثاني سي. وطبعا الاصابع من نبدي بها الابهام من حسبه، نبدي منها، هذا واحد وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع. يعني من اقول هذا الثاني هذا سي، اقول الثالث هذا دو، اقول هذا الرابع هذا سي، فيصير عندك هذا زنت. هسه احنا راح نطبقه ونشوفه على آلة العود. اخواني هسه هذا موجود عندكم، احنا نعتبر هذا، انا خالقه بدوقه بس احنا راح نعتبره منها. شوف نلاحظ نعتبر هذا صول، ونعتبر هذا او هذا لا. فراح نبدي الاصابع من لا باوع، لا سي دو ري مي فا صول لا سي دو. هنا الري بالاصبع الاول مي فا صول، هذا التقاطع، هذا صار عندنا اوكي. لكن هذا شنو الاصابع؟ هذا الاصابع بالنسبه فقط لمقام او سلم العجم، يعني من روح الغير مقام او غير سلم نلقى غير اصابع. اتمنى اخواني انه فدتكم بهذا الدرس، وتحياتي لكم، ولا تنسون لايك والاشتراك والاشتراك بالدورات الموسيقيه وفي القناه. تحياتي لكم ومع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.